راح احكي اذا عن الكاسكيد كنترول في الدرايف سيستمز. احنا لو طلعنا على تيبيكال درايف سيستم، هي عندي البلانت، راح اسميها بلانت او سيستم، بتحكم فيها هون اكتويتر، او موتور، الموتور بتحكم فيه درايف. وعادة راح يكون في عندي كنترول فيربل. هلا أهمية السبيد تايم بروفايلينج بتيجي من إنه أنا بدخل السبيد تايم بروفايل الديزايرد هون، هذا بكون سبيد اللي خزنته أو جهزته، سبيد تايم بروفايل بحطه هون. الفرق بين الأكتوال سبيد، فهي عندي هون الأكتوال سبيد، راح آخذ أقيس الأكتوال سبيد عن طريق سنسر تاكو جنريتر أو شافتنج كودر، عم بقيس عندي سبيد، وهذا باخذه هون بعمل له فيدينج باك. هون طبعا تحول لالكتريكال سيجنال، هون كان فيزيكال سيجنال او فيزيكال فيرب، تحول لالكتريكال سيجنال، طرحته من الديزايرد. هلا هون راح يكون عندي سبيد تايم بروفايل لان عملت له جنريشن. وايديالي انا بدي السيستم يمشي على سرعه بتشبه السرعه هاي، بس راح يكون في اختلافات بسيطه بينهم، فراح يطلع معي هون الايرور. الايرور از ا فانكشن اوف تايم. وهلا عاده اللي بنعمله بناخذ هذا الايرور وبنسكر، بنعمل لوب جديدة. هون راح احط كرنت سنسر، اذا كانه مثلا دي سي موتور فرضا، راح احط كرنت سنسر، والكرنت سنسر كانها عمالها بتقيس التور. فكني استعملت الكرنت عشان اقيس فيه تورك، لانه عم بفترض هون انه التورك تناسب مع الكرنت. هلا اللي راح اعمله هون، راح اركب شيء اسمه كاسكيد كنترول. اللوب الخارجيه هي سبيد لوب. انا عندي هون اوتر لوب از سبيد او فيلوسيتي لوب، هي الاوتر لوب. اللوب الداخلية راح اخذ الايرور اللي بيطلع معي، هلا هذا ايرور ان فيلوسيتي او سبيد، راح يصير هو السيت فاليو للتور. فكأني هون ايش عمالي بقول؟ اذا كان في خطأ في السرعة لازم اعالج الخطأ بالسرعة، وحتى اعالج هذا الخطأ بالسرعة لازم اعمل اكسلريشن، واذا الخطأ بالسرعة بوزيتيف معناها الاكسلريشن لازم تكون بوزيتيف. بس الاكسلريشن مين بجيبها؟ مين بولد لي اكسلريشن؟ التورك، لانه احنا كنا نقول انه تاو بدها تساوي الفا في اي، او تاو من المحرك ناقص تاو للاوت اوف بالانس ماسز بيساوي الفا في اي. اي كونستانت الانيرشيا، التاو اللي بده يجينا من المحرك. فانا اذا عندي خطا بالسرعه وبدي اولد اكسلريشن، الاكسلريشن ممكن استعملها التورك حتى يعالجها. فصار عندي الايرور ان فيلوسيتي صار هو السيت فاليو او الديزايرد فاليو فور تورك. التورك الفعلي بقيسه من هون. طبعا بهاي الحاله انا مفترض لو عندي دي سي موتور سهل اني اقيس الكرنت، وافترض انه الكرنت بيمثل التورك. في الحالات الثانيه ممكن اقيس التورك بشكل مباشر او استنتجه من الموديل. وهذا هون راح احطه الان على كنترولر. اكزامبل مثلا هون بي اي دي. عندي هون لوب داخلية. إذا صارت عندي اللوب الداخلية inner loop is the torque control loop high velocity control. The two loops are cascading. وعندي تو سنسرز، عندي سنسر هون يقيس التورك، وعندي سنسر هون بيقيس السبيد. اذا تعريف الكاسكيد كنترول، thank you.
تعمل الكاسكيد كنترول. الكاسكيد كنترول هو الحالة اللي بيكون في عندي فيها تو لوبس، اللوب الداخلية واللوب الخارجية. اللوب الداخلية أو الفاريبل في اللوب الداخلية بيقدر يعالج الخطأ اللي موجود في اللوب الخارجي، هذا الإشي الإضافي كمان. The variable أو the controlled variable. In the inner loop can eliminate or reduce the error in the controlled variable of the outer الحالة. وهذا بالحالة هاي صحيح لأنه التورك رح يعطيني acceleration والacceleration رح تعالج الخطأ اللي موجود بالسرعة. إذا عندي positive acceleration رح تلغي الخطأ، إذا كان الخطأ negative رح أخذ negative acceleration ورح أعالج الخطأ من هون. فهذه أهمية speed time profiling. أهمية speed time profiling في drive systems إنه أنا بكون مخزن في drive system هذا وببرمجه، بحط البارامترز، بحط ايش A بدي اياها وايش J بدي اياها، شو المسافة الكلية اللي بدي اقطعها، بكون مبرمج هذا هون رح يصفي هو الديزاير. المفروض اذا السيستم اشتغل بالصحيح ينطبق الاثنين على بعض. لو جيت اطلعت عليهم رح الاقي لو فرضا مثلا جينا رسمنا الديزاير بالاحمر، هذا هون V desired او set، ايش كنتوا تسموها، set ولا desired ولا reference، اي واحدة من هذول set او reference او desired هو الاحمر. هلا انا هدفي انه يمشي السيستم كله وسرعه السيستم تمشي على سرعه الفي سيت. فلو جيت اخذت الاخضر هو يمكن الاقي مثلا في شويه تاخر بسيطه هون، في شويه اوفر شوت مثلا هون، في شويه مثلا تاخر هون، فهذا راح يكون في اكتشوال اللي انا استمت، راح يكون دي في فرق بسيط بينهم. الفرق البسيط بينهم هذا راح يؤدي لايرور، الايرور هذا هو راح يكون الديزايرد فاليو. فاذا كان الايرور بوزيتيف معناها بدي هلا بوزيتيف تورك، واذا الايرور نيجاتيف معناها بدي هلا نيجاتيف تورك اخفف السرعه، واذا زيرو معناها انا ماشي بالضبط على السرعه الصحيحه. وطبعا الاي اللي موجود هون حتى لما الايرور يكون زيرو راح يحافظ على كونستانت فاليو الاوتبوت. هذه ميزه الاي اللي موجوده في البي اي دي كنترولر. لكن اللي راح يصير معي ما بضمن اني اقطع المسافه الصحيحه، لانه الا في اختلافات بسيطه بين الاريا تحت الاخضر والاريا تحت الاحمر. الاختلافات بالاريا بين التنتين شو راح يؤدي لايش؟ الاختلاف بين الاريا الحمراء تحت الاحمر والاريا تحت الاخضر شو راح تؤدي؟ اقطع مسافه زياده. تمام، اذا ما راح اوقف بالضبط في المكان اللي انا بدي اوقف فيه، مزبوط اني راح امشي تقريبا على السرعه الصحيحه، بس لو جيت اطلعت في النهايه محل ما بوقف راح الاقي انه في عندي خطا بسيط في المسافه اللي وصلت لها. السبب اني عم بتبع انا السرعه هون ما بتبع الديسبيسمنت.